زملاء المستشارين المحترمين، السادة الحاضرون، السيد ممثل الإعلام، اجتمعوا اليوم في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2020. قبل ما نبدأ في الدراسة ديال النقطة ديال جدول الأعمال، غادي ندوزو لترسيم الغياب. للسادة المستشارين الذين يتمتعون من الحضور في هذه الدورة، هناك من ضرب عذر وهناك من تغيب بدون عذر. شكرا سيدي. الآن غادي نبداو في الدراسة ديال
هي الأعمال سوا، والأعمال هي نقطة فريدة، ألا وهي دراسة ومصادقة على مشروع الميزانية المحلية السنوية لجماعة مربس لسنة 2021. نظر من رياض رئيسة اللجنة المالية، نعطي السي أستاذة نجاة باش تقرا لنا التقرير المفصل الذي أنجزته اللجنة المالية والميزانية لجماعة فاطمة. شكرا لك. السيد البشير غناوي عضو اللجنة المالية، السيد فؤاد زريوح مدير الجماعة، السيد كريم حسيني عن مديرية المصالح، السيد محمد شوش عن شؤون المجلس. افتتح الجلسة السيد محمد كرابيرا عضو اللجنة المالية المكلف بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الساعة 11 صباحا بمقر الجماعة، حيث رحب بالحضور الكريم وأسهب بحديثه عن أهمية هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار مشروع الميزانية الجماعية لرأس السنة المالية 2021، والتي جاءت في ظروف في ظرف دقيق يتعلق بجائحة وباء كوفيد 19. وفي هذا السياق فإن وزير الداخلية أعد دورية خاصة ترتكز على مبادئ عامة، الامتثال لجميع القوانين والدوريات الجارية بها العمل، تحسين المداخيل وترشيد نفقات السير للجماعات الترابية، إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرفع من نجاعة الاستثمارات واغتيال المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية، الحث على أن تشمل المشاريع المبرمجة جميع مكوناتها بما فيها الاعتمادات الخاصة بالوعاء العقاري، التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنفع الملكية لأجل المنفعة العامة، مواصلة الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنجاعة الأداء ومبادئ التقييم والمحاسبة، إعداد الميزانيات ضمن منظومة جديد، تعميم استعمال منظومة جديد، التبويب الجديد للميزانية والذي تم وضعه ضمن منظومة جديد، بما في ذلك تسيير العمليات المتعلقة بترحيل الاعتمادات، تغطية عجز الميزانيات، تقديرات المداخيل وتدقيتها حسب اللجنة حسب السنة المالية الفارطة للجماعة، تنمية الموارد المالية الذاتية للجماعة وحل مشكل الباقي استخلاصه عن طريق إحداث لجنة مكونة من الجماعة والسلطة المحلية ومديرية الخزينة العامة، تصفية وضعية الميزانية وذلك بشراكة مع المحاسبين العموميين عن طريق تصفية حسابات خزينة كونتمبيتاسيون بروفيزوار، تقدير النفقات. وفي إطار هذه المبادئ الأساسية التي تنبني عليها مقتضيات دورية وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2021، ركزت اللجنة على الاقتراح على المبالغ للمداخيل والمصاريف المضمنة في جدول الميزانية السنوية 2021، وهي مبنية في جدول المقترحات للميزانية السنوية الآتي بيانها. إذا كنشوف بنا دابا الإخوة، هذا هو الفكرة ديال اللجنة، والذاكره عندكم داكشي مفصل، اللي عنده شي سؤال فيما يتعلق بهذا التبويب اللي دار يتفضل. مشكورة. استاذ طلال، شكون اللي عنده شي اقتراح او ملاحظه حول الميزانيه المقدمة بين أيديكم؟ اللجنة ديال المجلس راه دارت شغلها، خدمات لكم باش تقرر، لأن المجلس هو اللي كيقرر، اللجنة كتقترح والمجلس كيقرر. إذا كنتم متفقين
على هذا الشيء اللي دارت اللجنه واحد ما دار كل شيء، كل واحد يعطي ملاحظه حول هذا من الاول. جاب الناس سكوت على ما تبيضه. باقي استقراص وراك سمعتي بين داخل وبين غادي يديروا لجنه مشتركه وانا من الجماعه والسلطه المحليه والخزينه العامه من المملكه غادي يديروا لجنه من هاد الناس الثلاثه باش نشوفوا هاد المشكل ديال باقي استقراص وهو كبير. ثم راح عليها ركزات المفتشيه ديال المجلس الجهوي للحسابات راح ركز عليها بزاف وراه داروا لنا توصيات راه حنا المجلس راه غادي ان شاء الله كينفذ فيها قدر المستطاع. شي سؤال اخر الله يخليك. تفضل استاذ صمد. زي ما حضر الملقات رسم الخدمات الجماعاتية. نعم. رسم الخدمات الجماعاتية. جماعية. رسم الخدمات الجماعية. فين 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 رسم الخدمات الجماعيه. درنا فيها مليون و 800 درهم. لا ماشي درنا فيها. مع 2020 درنا فيها مليون و 800 شدينا منها 120. وهذا العام درنا فيها مليون و 650 درهم. بزاف غير. شدينا 120 درهم هذا العام درنا مليون و 650 درهم. كيفاش
مدة السابقة من 100 وغدا؟ مدة السابقة من 100 ما يتقني غادي كم غسلين غادي الزوار غادي ديمري شعر نصر غادي ديمري من الأخرى الزوار عشرين الدرهم الزوار عشرين الدرهم يمكن عادل لأن الغدس اللي اثنين غادي غادي وعم دابا باش ندخلوا بلي 86 كندخلوا فيها 47 اشنو شنو هذا النقطه بعدا كراء محله تجاريه او مخصصه لموزعه خاصو يتحولوا للسوق الجديد ان شاء الله راه واحد المشروع كبير شو واش عندنا الدول عملت سعد الرئيس ولا لا لا احسن ولا الدول عملت باش نعرف واش كنا نمشيو للدول العمل ولا كنا نمشيو شي بلاصه ديال الدول العمل لا مش دول العمل دول العمل لا زاليه قريبه لينا كنديروها باش يكون داك الشيء ما عنديش كثير. أسيدي أنا نعطيك المازوت، جيب الكابينة تاع فرسيت،
هذا هو السبب اللي خلاني كنقصر. ان ملي كدوز في ديال هاد الخص ديال المارشي، المارشي راه كتعرف لي مارشي بوبليك. سيد بن الجلدة في الجارع عيد في الإعلام ديال لابول وقال شوف جبت لي وهادي وهادي وهادي، كان يجي شي واحد منين ما جا من المغرب غادي يديه يقول لك واش حاجة عند سيدي زيو باش تبيض المازون. هذا هو السبب اللي خلانا كنخفوا لاقول وتكشفوا راه كاين السنة. شكرا إخوان. ما يقول ماذا يقول الاستاذ المستشار؟ قلبي جميع واضح كل شيء واضح مع زمان كل شيء هو اللي غنصوت لا هو من شكرا للاستاذ المستشارين شكرا للسيد السلطه المحليه كنتمنى نتلاقاو ان شاء الله في واحد الساعه بخير باش على كورونا اللي خلات لنا